الأهلي بيعلي قيمة هذه العلاقات مش بس مع المغرب، مع كل أشقائنا سواء في الوطن العربي أو أفريقيا. وموقف الأهلي زي ما أنتوا تابعتوا برضو يمكن خلى ناس كتير قوي تحاول أن هي تسعى أو تشكك في أنه رغبة الأهلي في استئناف الدوري. يعني مثلا قالك أنت ما قلتش أن أنت عايز طب تأجل الدوري ليه؟ الأهلي وافق أنه يأجل بطولة أفريقيا لكن ما وافقش على إلغاء. وهنا عايزين نحدد أنه في فرق ما بين أن أنت تلغي أو تأجل. النادي الأهلي ما وافقش على إلغاء الدوري. طبعا كلام عامل زي السم في العسل زي ما بيقول، بيراد به باطل، لأن موقف الأهلي معروف من البداية في موضوع الدوري ده تحديدا، وكان واضح أن البطولة ما تتلغاش. لكن ترجع إمتى وتتلعب إمتى ده قرار دولة، قرار دولة ممثلة بقى في مجلس وزراء، شباب وزارة الشباب والرياضة، اتحاد الكورة. اتحاد الكورة ده اللي بينسق لك مع وزارة الصحة، اتحاد الكرة اللي بينسق مع وزارة الشباب. يعني انت النهاردة مش لوحدك. لكن في بطولة افريقيا كاف ما قلناش ان احنا عايزين نلغي البطولة، لا انت عايز تأجل نصف النهائي بناء على طلب الاشقاء المغاربة. النهاردة وضعهم صعب الوضع الصحي، وزي ما احنا قلنا في فرق كبير قوي بين ان انت تطالب بإلغاء او تطالب بتأجيل. وبعدين مش انت اللي طالبت بتأجيل من البداية، انت عندك ظرف الوداد والرجاء قالك لو سمحت نأجل المباراة دي، فانت لازم تقف في الحالة الصحية طبعا تأتي في المرتبة الأولى، والحالات الصحية بتأتي في المرتبة الأولى. فده ده شيء يعني هو دايما بيبقى ده شيء إنساني. يعني هو دايما زي ما متعودين النادي الأهلي اي قرار بياخده بتلاقي هالة كده من التشكيك، وهالة من بيدخلوكي في مواضيع مختلفة شوية. طب ليه النادي الأهلي ما قالش كده لما كان في إصابات زيادة أو عدد زيادة في الدوري المصري؟ يعني العلاقة مختلفة جدا والظرف مختلف تماما. وإن النادي الأهلي زي ما أنت قلت يا سهام ده كان بينفذ قرار دولة، والقرار الدولة كان هو استمرار المسابقة مش إلغاء المسابقة، استمرار المسابقة بشكل كبير. حتى قرار النادي الأهلي دايما النادي الأهلي بياخد قرارات، ودايما قرارات النادي الاهلي ما بتبقاش قرارات فرديه لمصلحه الاهلي بس، يعني او مصلحه للصالح العام. لا طبعا كابتنين. اولا في مردود على المستوى العربي. احنا كمان مؤسسه كبيره، ودايما النادي الاهلي بيمثل مؤسسه باسم مصر، وبالتالي المردود ما بيكونش بس على المستوى الرياضي، لا انت بتتكلمي على المستوى السياسي، بتتكلمي على المستوى التعاون ما بين مصر والمغرب والأشقاء ودول. انت عندك يعني مسؤولية مجتمعية لما دايما تقول الدور المجتمعي، في ناس تقول لك او خاص الدور المجتمعي ده بافراد. الدور المجتمعي ده خاص بيه افراد ودول ونوادي، وطالما انت قادر ان انت تعمل حاجه في مصلحه الصالح العام فليه لا؟ ده اللي بكلمك عليه، ان دور مجتمعي على مستوى الدول. الاهلي مؤسسه بتمثل مش النادي الاهلي بس، بتمثل مصر في حاجات كتيره جدا. لما النادي الاهلي بيروح كاس العالم انديه بيقول ده النادي المصري، لما النادي الاهلي بيشارك في البطوله الافريقيه بيقول النادي المصري. الاهلي الاهلي المصري، فمرتبط دايما باسم مصر. فقرارات دايما مجلس اداره النادي الاهلي يعني دايما بيكون فيها محاور اكيد مصلحه، المصلحة للنادي الأهلي أو مصلحة الخاصة، لكن لو المصلحة ديت على حساب المصلحة العامة القرار بيكون لا. النادي الأهلي بياخد القرار دوت على أساس هو بيأكد أنه هو ملتزم بأن المباراة ما تتأجلش، لكن لو في حالة عدم تأجيل المباراة بتيجي على حساب الحالة الصحية لبعض لاعبي الوداد أو التقارب ما بين شعب مصر والمغرب، فأعتقد النادي الأهلي دايما سباق باتخاذ القرارات الإيجابية في مصلحة طبعا المصلحة العامة. وطبعا الكلام ده في مصلحة النادي الأهلي أو في مصلحة الزمالك ده هنتكلم عليه إن شاء الله مع ضيوفنا، إذا كانت تأجيل البطولة الأفريقية في صالح النادي الأهلي أو لا.